بس اللي احنا عايزين نقوله برضه كريم، عايزين نشكر بجد جماهير الاهلي طبعا، لان امبارح طبعا انت مهما احنا، انا كنت موجوده في احدى الخيم يعني الرمضانيه، وكانوا حاطين الماتش كبيرة. شاشات كبيره جدا، ناس كتير 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 قوي، الناس كلها قاعده بتشجع طبعا بقى بغض النظر عن انتمائك، يعني انت بتشجع برضه في الاول وفي الاخر بتشجع مصر، فكل الناس بقى يعني زي ما بتقال كده قلبهم، فكل كوره بتحصل وتشجيع وتشجيع، وده غير طبعا في يعني احنا شفنا في الاستاد وغيره وغيره، فكان 90 دقيقه عمر المباراه فعلا الجماهير ما بطلوش تشجيع للعيبه، يعني حتى بتتكلم كمان يا كريم في اصعب الظروف، مش بس وانت كسبان، هنا بتتجلى يعني حلاوتهم بقى، وحتى يا كريم واللعيبه معلش اصل ده حاجه لازم تتقال، حتى وانت بتضيع فرص انت ما خدتش هجوم من جماهيرك، انت جماهيرك اللي هو معلش يعني شايفين أداء اللي بعده اللي بعده اللي بعده طبعًا اللي بعده لغايه اخر دقيقه في عمر المباراه، انت يعني بتساند فريقك، مفيش ما سمعناش هتافات مثلا ايه اللي بيحصل ده ولا اي حاجه فيها نوع من السخافه، ابدا ابدا، كان في تشجيع لغايه اخر دقيقه، من حقك بعد كده بقى ان انت تزعل او غيره، بس انت واقف في ظهر الفريق بتاعك، وهي دي النقطة اللي احنا فعلا بنتكلم عنها والخاصة والمشتركة عند جماهير النادي الاهلي بصراحة. صحيح، وبعدين يعني فكرة ان الجمهور عنده قدرة على تقييم الموقف وبالتالي يعني يقرر بقى انه يحفز انه ينتقد، احنا ما عندناش في جماهير النادي الاهلي اللي هو التشجيع العشوائي الاعتباطي، لا احنا عندنا جمهور واعي جدا ومنطقي جدا يعني بيعرف يحسب الامور، شايف الصوره قدامه عامله ازاي، شاف تقصير بيقول، شايف دلع بيقول، شايف عدم تحمل مسؤوليه بيقول، ما شافش ده وكان في عدم توفيق باي حال من الاحوال، زي ما الى حد كبير الكلام ده ينطبق على يعني مباراه الامس الحقيقه، فجمهور منطقي جدا فعلا، ما كانش فيه مساحه للانتقادات لان احنا شفنا اللعيبه عملوا جيم حلو وشفنا يعني جمل تكتيكيه وشفنا هجمات منظمه وشفنا وان تو هات حلوه وشفنا اسيستات لطيفه، شفنا حاجات حلوه كتير، لكن للاسف الشديد يعني تاني هنرجع نقول احنا ما خسرناش وما تعادلناش، بس زي ما احنا كنا بنقول من اول الحلقه ان احنا كان نفسنا يبقى الوضع مختلف حبتين عن كده عشان نبقى مسافرين واحنا في حاله كده من الاريحيه.